هذا اليوم الجميل وفي هذا اليوم النافع الذي نقضي فيه وقفة من وقفات الوفاء لإدارتنا الحبيبة إدارة التعليم في محافظة صغيرة. كلمات الاكتفاء كثيرا ما تخرج سهلة جميلة طيعة إلا في هذا الموقف، لأن كلمات الشكر تتجاوز حالة الاعتراف البسيط لتلك المجهودات التي يقدمها جميع الزملاء في هذه القاعة، ما بين النشاط والتخطيط وما بين الإعلام، لأن كل حالة تستحق أن تقف لها تحت راية الاعتراف والتفوق، خاصة وقفة خاصة تعنيها هي فقط. لكن أحيانا المركبة الفارية تحمل في داخلها أبرز من كان برا بها وأفضل من اعتلاها، ولعل هذه القاعة وفت بهذا كثيرا فجمعت أفضل الأفضل وجمعت أميز الأميز. أعقب على ما سمعت من كلام الإخوة الذين سبقوني وأقول الاحتفاء أمر معزز يرفع النفس ويحلق بها بعيدا. وكنت قد قلت كلمة لأبي المجد في يوم احتفال التوأمة، قلت له يا أبا المجد أنت تمتلك طاقما بشريا يعني قلما تجد مثله، فريق جبار في دار التعليم صبيا، هذا الفريق الذي يميزه أنه يعمل بإخلاص، يعمل بصدق، لا يكفر على العمل في داخل أروقة المكاتب، بل ينقله معه كهم، يناقشه في بيته، في سيارته، في كل لحظات حياته. هذا الفريق إذا كان بهذه المواصفات فحتما سيكون الإنجاز حليفه، وستكون السمة الأميز له أنه دائما في المقدمة.